السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في مختبر غريب. في فيديو النهاردة هنفحص مع بعض إن شاء الله عينة يورين فيها نوع معين من الأبنورمال كريستالز. زي ما احنا عارفين إن اليورين فيه نوعين من الكريستالز، النورمال والأبنورمال. نورمال كريستالز ودي زي كريستالات اللي ممكن تظهر في اليورين نتيجة لأكل بعض المأكولات أو الأطعمة اللي بتحتوي على نوع معين من الأملاح، زي مثلا أملاح الأوكزاليت اللي موجودة في المانجا والفراولة وبعض الفواكه، وأملاح اليوريك اللي موجودة في البروتينات. ودي بنعتبرها نورمال لأن هي ناتجة من التمثيل الغذائي، ولو ظهرت في البول بكميات بسيطة بيكتفي الطبيب انه ينصح المريض انه يزود كمية المية اللي بيشربها علشان تقدر تنزل الأملاح دي، وكمان بينصحوا ببعض المشروبات الطبيعية اللي ممكن تزود إدرار البول علشان يتخلص الجسم من النسبة دي من الأملاح، زي مثلا مغلي البقدونس او مشروب الشعير. لكن لو النسبة دي زادت عن الحد الطبيعي او كميتها كانت اعلى شوية في البول، فطبعا بينصح الطبيب باخذ بعض العلاجات زي الفوار المعروف لتكسير الاملاح دي علشان يمنع تكوين الحصوات، لان نسبة الاملاح الطبيعية دي لو وجدت بكمية اعلى من الطبيعي هيساعد الجسم انه يكون الحصوات اللي بيكون ليها مشاكل كتير بعد كده، واللي بتأثر على وظائف الكلى لا قدر الله لو ما تمش علاجها. طبعا بالاضافة للعلاجات دي لازم شرب المية بكميات كبيرة، لان هي اللي هتساعد الاملاح اللي تم تكسيرها في الخروج خارج الجسم طبعا مع البول. ما ننساش كمان المشروبات الطبيعية اللي اتكلمنا عنها واللي قلنا ان هي بتساعد الجسم على زيادة كمية البول او بتساعد على الادرار، وبالتالي بتساعد على تخلص الجسم من الاملاح. اما بقى الابنورمال كريستالز او الكريستالات اللي وجودها بيكون دليل على حالة مرضية، فدي لازم نكون متأكدين كويس جدا قبل ما نكتبها في الريبورت او في التقرير بتاعنا. ولو ظهرت بنسبة بسيطة جدا، حتى لو كريستال واحد بس هو اللي ظهر، لازم نكتبه في التقرير لانه له دلالة كبيرة عند الطبيب المعالج. نرجع بقى للعينه بتاعه النهارده، واللي قلت لكم في الفيديو الخاص بيها امبارح او في الفيديو اللي فات ان هي البي اتش بتاعتها 6، معنى كده ان العينه دي اسيدك او حموضيه كنوع من انواع المؤشرات كده لنوع الاملاح اللي موجوده فيها. واللي حصل فعلا جدال في الكومنتات عن ان هي ممكن تكون املاح امونيوم بايوريت، لكن املاح الامونيوم بايوريت بتظهر في الوسط القاعدي، يعني البي اتش لازم تكون اعلى من 7، وعشان كده انا قلت لكم البي اتش. ودلوقتي هقول لكم كمان الفرق ما بين املاح الامونيوم بايوريت واملاح التيروسين اللي اصلا موجوده في العينه، ونعرف كل حاجة عن الأملاح دي بالتفصيل. تيروسين كريستالز أو كريستالات التيروسين هي نوع من أنواع الأملاح أو الكريستالات اللي موجودة بتشبه الإبر، وبتكون موجودة في شكل حزم أو موجودة منفردة، وممكن لو وجدت بكميات كبيرة بتاخد شكل الوردة، عشان كده بعض الناس اعتقدوا إن هي يوريك أسيد. وجودها في البول دليل على وجود مرض فرط تيروسين الدم او التيروسينيميا. زي ما احنا عارفين ان التيروسين هو نوع من انواع الاحماض الامينيه اللي موجوده في جسم الانسان، ولما بيحصل فيه مشكله في التمثيل الغذائي ما بيقدرش الجسم ان هو يكسر الحمض الاميني ده، فبيزيد نسبه وجوده في الدم وبالتالي بيخرج في البول من الكلى. علشان كده الحاله دي بنسميها فرط تيروسين الدم، وبيصاحب الحاله دي بعض امراض الكلى والكبد، كمان ممكن يكون مصاحب ليه او في بعض او في معظم من الحالات اسهال دموي او قيء دموي، حمى، زيادة في الوزن، ممكن كمان يسبب ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وارتفاع نسبة سكر الدم. اما بقى بالنسبة للفرق ما بين التيروسين والامونيوم بايوريت او املاح البايوريت زي ما كلكم افتكرتوا، ان املاح الامونيوم بايوريت موجودة في وسط الكالين، وسط قاعدي، كمان شكلها عبارة عن كرات بنية ذات اشواك وبتشبه كتير الحشرات الصغيرة كأنها حشرة صغيرة وطالع منها شعيرات. اما املاح التيروسين فهي عبارة عن املاح شوكية زي ما قلنا، وممكن تبقى موجودة منفردة او ممكن كمان تبقى موجودة مجمعة، ممكن تبقى موجودة شفافة او لونها مصفر، وممكن لو وجدت بكميات كبيرة زي العينة اللي احنا شفناها النهاردة يكون لونها بني شوية، علشان كده ناس كتير اتلخبطت ما بين الامونيوم بايوريت اللي اصلا بيبقى لونها مايل للون البني.
العينة كمان فيها نسبة عالية من الار بي سيز او كرات الدم الحمراء، لانه بطبيعة الحال املاح كريستالية وليها يعني شكلها شوكي، اكيد هتسبب بعض الجروح وهي نازلة من الكلى، فهتسبب خروج كمية كبيرة من الار بي سيز اكبر من الطبيعي. فانا هنا هقدر الار بي سيز بنسبة من 30 ل 35 مثلا، والباسلز موجودة بنسبة اقل شوية من 10 ل 15، كمان فيها ابيثيليال بلس 1، وفيها كمان نسبة بسيطة من كريستالات السايكلوفير، ونوع ده من نوع من أنواع الكريستالات الشوكية برضو، ولكنها بتكون أعرض شوية من التيروسين ولونها بيكون شفاف، موجودة بنسبة قليلة جدا، هنقول مثلا بلاس ون. خلينا نشوف بقى تعليقاتكم على الفيديو لما نزلته على جروب التليجرام. لو حد حابب ينضم للجروب بنزل فيه صور وبنشارك فيه بعض المعلومات الطبية، اكيد ان شاء الله لو انضميتوا ليه هتستفيدوا منه. خلينا نشوف، هو الجروب لسه جديد علشان كده العدد قليل. فكان التعليق من اكاونت باسم ادركنا يا مهدي، تيروسين كريستالز وباس واربسيز، برافو عليك. وعلى صفحة الفيسبوك طبعا باسم مختبري برضو كان جه تعليقات بسيطة كده، أمونيوم بايوريت زي ما أنا قلت برضو ناس كتير اتلخبطت ما بينهم. أما من ساجد العبادي، تيروسين كريستالز وباص وأربسيز، برافو ما شاء الله. اما على الفيديو الصغير اللي نزلته للعينة على اليوتيوب كان التعليقات طبعا في تعليقات طلبه فيديوهات تانية ان شاء الله ربنا يقدرني واعملها. تعليق من كارلس دراوين، تيروسين كريستالز ار بي سي 20 25 وباص من 3 ل 5، برافو. تعليق من احمد العساوي، باص وار بي سيز واسايكلوفير، برافو عليك. وتعليقات تانية بخصوص العينة من الأستاذ أو دكتور عبد الوهاب الحزمي، يوريك أسيد روز شيب، لا للأسف هي مش يوريك أسيد، زي ما قلت ان هي ساعات بتاخد شكل الروز شيب علشان عدد أو كمية الكريستالز كبيرة شوية. تعليق من أسماء النجار، خلايا بشرية وصديد وكرات دم حمراء وأملاح، مش عارفة ايه أنواع، أتمنى تكوني عرفتي النوع وفهمتيه كويس. نوري اكتمل، يوريك أسيد لا، وإبسيليا فيو باس أر بي سيز، برافو. بسمة محمد، يوري أر بي سيز وباس وتيروسين وبايوريت، برضو ورد تجوري، تيروسين أمونيوم بايوريت وأر بي سيز وباس وميزك. تقريبا هي الصورة الأولانية اللي لخبطتكم، لأن هي كانت جاية تكبير أقل وكانت واضحة اللون البني قوي، يعني هي مشكلة في التصوير. اكونت باسم عيون الواقع، تيروسين نيدلز بلس 3 باس وي ار بي سيز، داليا يوريك اسيد وامونيوم يوريت وتيروسين، مروان العراقي باس كوليسترول، لا هي مش كوليسترول خالص، كوليسترول الكوليسترول كريستالز بتبقى كريستالات شكلها مستطيل وبتكون شفافة كأنها شريحة زجاجية كده. بيبي مان امونيوم بايوريت لا، شوشو علي يوريك اسيد وكوليسترول لا، زياد ابراهيم برافو عليك، ار بي سيز وباس وتيروسين، ومحمد عبد الحليم تيروسين، برافو عليك وشكرا جدا جدا لمشاركتكم. اكيد طبعا لما بيجي لي تعليقات عن يعني تشابه كريستالات اشكالها من بعض، ده بيديني فكره ان انا اقدر ان شاء الله كمان اكون قدرت فعلا اوصل لكم الفرق ما بين اشكال الاملاح دي مع بعضها، وايه الاختلافات اللي ما بينهم، وايه اللي تقدروا كمان تميزوا بيه كل نوع من انواع الكريستالز بشكل اوضح. وكالعادة كمان نزلت بعض الصور على الكوميونتي او المنتدى زي ما انتم شايفين كده، وجالي عليها تعليقات برضو بسيطة شوية من نيمة محمد، تيروسين كريستالز وار بي سيز وباس، وهي قايله صورة رقم 4 فيها ار بي سيز وباس، الله يرحم عزاز بعيد، وامونيوم بايوريت كريستال تيروسين وباس وار بي سيز، وساجد باسم تيروسين كريستالز وي ار بي سيز وباس. والمفروض ان انا بنزل كمان صور كده او فيديو صغير في الستوري، لكن المره دي حقيقه ما نزلتش، لكن ان شاء الله في الفيديوهات الجايه هنزل لكم كمان في الستوري. انتظروا بكره في المنتدى صوره جديده لعينه جديده من عينات اليورين والستول، او ممكن كمان عينات البلاد فيلم، وكمان في الستوري بيكون في فيديو صغير، وكمان على صفحه الفيسبوك بنزل فيديو وصوره علشان كمان تكتبوا تقاريركم هناك. بس كده ده كان فيديو النهارده، اتمنى الفيديو يكون مفيد وعجبكم، تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. اسيبكم في حفظ الله ورعايته، اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، مع السلامه.